يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا وعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. مرحبا، كيفكن صبايا؟ شو اخباركن؟ اشتقت لكم كتير كتير ورجعت لكم بفيديو جديد. حطولي لايك، ساووا قهوتكن، يلا نتفرج على الفيديو سوا. بهذا الفيديو حابة اطلب منكن تشيروا الفيديو لأكتر عدد بتحبوا يوصلوا الفيديو، لانه فيديو كتير مميز. اليوم رح نقضي كلياته بالسوق، ورح يكون كله عن منتجات رمضان وبالأسعار. حاول على قد ما أقدر أحكي لكم أسعار الشغلات، ورح نحاول كمان نظبط زينة رمضان، لأنه اليوم بكون خلصت هيك مشتريات شهر رمضان بالكامل. رح صور لكم مشتريات اليوم، وبعدين استنوا الفيديو لزينة البيت برمضان. صحيت بدري، عملت فنجان القهوة، كان عندي أكل من قبل، لهيك قلت بنزل على السوق من بدري بخلص كل أموري وبرجع على البيت بتغدى مع عائلتي. رح تشوفوا شو رح يصير بالفيديو، لهيك خليكن معي. ما تنسوا لايك والشير والسبسكرايب اللي ما اشترك بالقناة، ويفعل زر الجرس لحتى يوصلوا كل جديد. عملت فنجان القهوة، اخترته على كراميل، وحطيت حلاوة الجبن، حليتها بالعسل، اشتريتها معكن بالفيديو اللي قبل. ارجعوا له لتشوفوا بعض المشتريات، كمان فيديو كتير حلو. خبروني حبيباتي، بديتوا الاستعدادات لشهر رمضان؟ انا هيك بكون خلصت وجهزت كل المشتريات لهذا الشهر. ان شاء الله فيديو اليوم رح يعجبكم كتير. ما تنسوا تشيروا الفيديو، وكمان رح تشوفوا اني حاولت صور لكم المحلات باسماء المحلات باللوكيشن العناوين، علشان انا لما فيديوهات قبل بهذا المكان اغلب الكومنتس كانت انه قولي لنا بليز وين المكان اللي عم تصوري فيه، لهيك عملت لكم بالمكان. اليوم الجو كتير حلو، شربت قهوتي على رواق. هلا انا قررت اخذ بنوتي معي في هذا المشوار يعني. فانا صحيتها الصبح، هي عادة ما بتفطر يعني، بتشرب شوية حليب وخلاص. فصحيتها ولبست واخدتها معي، وقلت خلص ما رح نتأخر، ورح اشتري لأي كرواسون او اي شي سريع هيك، وبس خلص اموري برجع. هيك بعد القهوة انطلقت بجولة التسوق. اليوم مشمس والاجواء كتير كتير حلوة. هون من اول ما وصلت السوق صورت لكم الشارع لحتى تكونوا عارفين المكان بالضبط وما يكون غريب عليكم. هيدا شارع طه حسين بالنزهة الجديدة، لهيك صورت لكم، حاولت صور لكم الاماكن، وكمان حاولت اخذ كرت كم محل وصور لكم اياه لحتى تتعرفوا على المكان اللي حابب يجهز لرمضان. صراحة اسعار كتير كتير مناسبة، وبدي لكم الاشياء المعروضة بتناسب الجميع، اللي معه مصاري واللي ما معه مصاري، اللي جاي عباله يجيب بلاستيك، اللي جاي عباله يجيب فضي، اللي جاي عباله يجيب ذهبي، كل شيء موجود. اسعارهم كتير كتير معقولة وحلوة، لانه هو بالاغلب الناس بتجي بتشتري تبعون الجاليري يعني، بيجوا بيشتريوا من عنده. هاي التعليقة انا كنت رايحت لها مخصوص لحتى اجيبها، اللي مكتوب عليها مثل الهلال كبيرة ونجوم، رح تشوفوا لانه رح زين فيها الحيط عندي بالبيت. وكان في كتير شغلات حلوة، كمان جبت هنا مثل استندات خشب، مثل ما شايفين انا صورت لكم المكان بالنزهة الجديدة، وصورت لكم اسم المحل حتى تجيبوا منه، لانه هذا المحل انا جبت منه الزينة تبعت اوض الاولاد. هي جبت من هي الاستندات الكبيرة، بس انا رح لزقهم عندهم بالاوضة على بالهم يعني انه يزينوا اوضتهم. هي جبتها لبنتي، فصورت لكم المكان، صورت لكم العنوان، صورت لكم كارت المحل، وصورت لكم بالاخر المشتريات اللي انا جبتها، علشان تاخذوا اكبر استفاده ممكن تحصلوها من هذا الفيديو. لانه عن جد اليوم حاولت اغطي لكم اغلب المحلات اللي موجوده يعني، لحتى المنتج اللي يعجبكم تقدروا تجيبوه بسهوله.
هون كانت هون هذا المحل كانت اسعاره شوي صغيره عاليه يعني، وهو كان تقريبا مو مسعر الاشياء اللي انا عم صور لكم اياها، هاي كان لسه منزلها جديد، لسه ما حطت عليها الاسعار تبعها، بس الاسعار يعني على ما هو قال يعني حتكون عاليه، اسعار الشغلات هاي رح تكون عاليه، انه هي الشغلات لسه جديده هو منزلها، وعندهم الكاسات اشكال الوان كلياتها مرسومه عليها، الاشكال الرمضانيه، ازايز المي، المصليات، السجاجيد، الاستندات، التعليقات، يعني بدي اقول لكم فوانيس، شغلات بتاخذ العقل. انا طبعا جبت معكم وجوه للكوشنز في الفيديو اللي قبل، جبت معكم رنر للسفره، وجبت معكم رنر لاوضه القعده، جبت معكم شغلات كتير. رح تلاقوا على القناة أكثر من فيديو بيحكوا عن التسوق وعن المشتريات من هذا المكان تحديدا، من هذا السوق. اخترت كمان فوانيس للولاد لأنه متى قرروا أنه خلص بدون يزينوا أوضتهم وضن، فصار لازم اني يجيب لهم هيك فانوس وتعليقه، يعني هيك اخترت اشياء سمبل كتير. رح تشوفوا اسعار، عن جد رح لكم اسعار الزينه اللي انا جبتها لاوضه ولادي، ورح لكم والفوانيس والفانوسين جبت لهم واحد فانوس. رح تلاقوا انه الاسعار كتير معقوله جدا جدا جدا، وما بالغت ابدا في المشتريات، الشغلات اللي انا بدي اياها والشغلات الضروريه والشغلات اللي كانت ناقصني. هاي المبخره كثير حبيتها، مكتوب عليها رمضان كريم، كنت محتاره بينه وبين الفانوس، بس خلص حبيت انه التقليد لرمضان فانوس، جبت مبخره صغيره وجبت فانوس. حتشوفوا المشتريات بالفيديو. هون صورت لكم الاسعار، شوفوا 20 جنيه ممكن تجيبوا فانوس تعملوا ديكوريشن في المطبخ، في اسعار كثير رخيصه ومعقوله، وفي اسعار شغلات بتبقى عاليه، بس بشكل عام يعني منتجات رمضان ما هي الاسعار. شوفوا الستاندات عن جد شو حلوين، بيعطوا البيوت المحلات الاماكن بيعطوها هيك الطابع الرمضاني المميز، وهيكم شايفين يا صبايا صورت لكم كل اللي بقدر عليه. هاو التعليقات ب 10 جنيه بس، انه انا جبتهم وبدي اقصقصهم ثلاثات ثلاثات، ثلاث مثلثات ثلاث مثلثات، وزين فيهم عند الاوض عند اولادي. رح تشوفوا بالفيديو الجاي ان شاء الله كيف رح زين لهم اوضهم، ان شاء الله بتوفق. استندات تقديم التمر والكحك والبسكوت ومعجنات القطايف والشخصيات الرمضانيه، يعني ست شغلات بتاخذ العقل. الفوانيس التقليديه تبعت رمضان، فوانيس الاصليه هي القديمه، بجميع الماتيريالز، قماش موجود، بلاستيك، كل الشغلات اللي انتم بتكون اياها، بترضوا جميع الاذواق هيك لتقديم القطايف. شوف شو حلوين، والتمر عن جد عليهم هلال، وحتى شوكولا عليهم هلال ونجمه مسجد، عن جد شغلات بتجنن. تحطوا فيهم هيك التمر مع فنجان القهوه، اسعارهم كانت من 150 جنيه وطالع. المنظمات اشكال الوان، شغلات بتطير العقل للتقديمات ولا اروع. كلها في شغلات كثير بالمذهب بما انه ترند يعني، او في شغلات فضيات وفي شغلات ذهبيات، عن جد بترضي جميع الاذواق، واسعارها متفاوته مثل ما حكيت لكم، في شغلات اسعارها بتكون في متناول الكل، وفي شغلات بتبقى اسعارها عاليه. شوفوا عن جد بياخذوا العقل، في شغلات بتجنن بتجنن، الصواني، التقديمات، الفناجين، الكاسات، شغلات كتير كتير حلوين مثل ما حكيت لكم، بيرضوا جميع الأذواق. إن شاء الله رمضان السنة بيكون شهر الخير والبركة والنصر بإذن الله تعالى. ما ننسى ندعي لأهلنا بفلسطين، ربنا ينصرهم نصر عظيم، ويعدي رمضان عليهم وهن هيك منتصرين وفخورين بإذن الله تعالى، ويرجعوا بلدهم أحلى من الأول بكتير بإذن الله تعالى. ربنا ينصرهم، ربنا قادر على كل شيء. السوق يا جماعة، أنا كنت ناوي أرجع العصر نزلة بدري، أنا رجعت بالليل، عن جد وقت بياخدكم وبيعدي بطريقة مو طبيعية. طبعا بتشوفوا صورت لكم للمحلات، الأماكن، المنتجات، كل الشغلات حاولت غطي لكم إياها بهذا الفيديو. المصليات هذول كتير حلوين، بيشجعوا الأولاد الصغار إنه يلتزموا بالصلاة برمضان، البفات تبعون، وممكن تحطون أوض الأولاد بالبلكون، شغلات كتير على كيفكم أنتوا بتختاروا وبتنقوا. كان في كمان استيكرات كتير، كان يعني بنتي نقت بالأول هي الاستيكر تبع أوضتها، هو كان جبته أنا خشب لحتى يضل عندي يعني للسنة الجاي، ما حبيت جيبه من هدول اللي بتلزقوا بتقطعوا وخلص ما رح أخسرهم، لا قلت زيادة شوي وبجيبهم بالمرة.
اي هذا المحل انا كتير بحبه، يعني بحب المنتجات اللي بيجيبها، اسعاره شوي صغيره عاليه بس المنتجات اللي عندهم مو عند اي حدا بالسوق. اخذت من البنوته اللي هنيك اسم الحساب على الانستغرام، صورت لكم اياه، خذوا بالكم بهذا الفيديو. انا جيت عنده تقديم شغلات بتجنن بتجنن، كتير 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 حلوين. عنده شغلات بورسلين كمان كتير حلوة، عنده شغلات ترند هيك وكيوت، شغلات كتير كتير مميزة لشهر رمضان ولا غير يعني، بتلاقوا كتير كتير الشغلات حلوة. هوني أخذت لكم اسم المحل. بنتي بقى صارت تزن انه خلص الجو دخل على بالليل وهي جاعت يا عمري، فماما خلص ما رح كمل، ماما في اكل بالبيت حنروح ناكل، لا ماما ما بدي. فدخلت عند مطعم قلت بدي اخذ لها شيء سريع هيك وبسيط لحتى ما بديها تشبع، بدنا نكمل اكلنا بالبيت. انا ما صورت لكم هون اسم المطعم لانه الاجواء والزينه كتير حلوة وبتحسسكم برمضان، أجواء رمضان عم يحاولوا يزبطوا الخيام. التقديم كان جدا سيء، الطريقة اللي قدموا فيها الأكل كتير وحشة، حطوا لي الأكل بفويل وحطين تبع السلطة بكوبايات بلاستيك، والقطط طبعا القطط كيوت وأنا بحبهم وكل شيء، يعني القطط جوعانين وحوالينا وإحنا عم ناكل. عن جد كانت تجربة كتير سيئة، لهيك ما حبيت أذكر اسم المطعم اللي أكلنا فيه. أنا أخذت له وجبة سريعة لبنتي، بس مثل ما قلت لكم كان مفروض يكون أحسن من هيك، لأنه أنت بتاخد سعر مفروض تقدم عليه بالمقابل خدمة للناس يعني عشان يرجعوا لك مرة تانية. أنا ما ذكرت اسمه بس ما رح أرجع له تاني. هول فوانيس اخترتهم لأولادي، كتير كيوتك وصغار حلوين، أنا بس بدي أحطهم هيك مع زينة رمضان مثل ما شايفين، استيكرات من الخشب من الورق، كل الشغلات موجودة، ورح تلاقوها والشخصيات من مبخرة ومن تقديمات موجودين بأغلب المحلات، تابلوهات. عن جد في شغلات كتير كتير حلوة وبتطير العقل. وشوفوا كمان الزينة، لو بكون جيبوا فانوس كبير للبلكون للبيت للمحلات، عن جد كتير كتير شغلات حلوة. أنا هذا الفانوس كتير بحبه، سبحان الله بحب هيك يشوف شكله. وعندكم جميع الألوان وهي ماتيريال خشب كمان، كل الشغلات اللي انتم بتخطر على بالكم شغلاتك بتعطيكم افكار كمان، يعني انتم بتروحوا بتاخذوا افكار، لا نحط هذا هون، لا مثلا نجيب هذا لهون، يعني عن جد كثير كثير حلو. هلا رح صور لكم المشتريات اللي انا جبتهم، بيتهم كثير كثير عجبوني المشتريات هالمره. جبت هذا الفانوس الذهبي لانه انا جايبه رنر بيج بمذهب، وجايبه كمان كوشنز، اغطيه كوشنز ذهبيات ورجيتكم اياهم بالفيديوهات اللي قبل. رجعوا لفيديوهات مشتريات رمضان لحتى تاخذوا افكار، كثير عجبني، كثير حلو وكثير سمبل وراح يليق مع الفرش اللي انا راح اعمله لرمضان. استنوا الفيديو تبع زينه رمضان يا جماعه، لو وصلتوا لهون بتمنى منكم تحطوا اللايك والكومنت، تشيروا الفيديو لاكبر عدد من اصحابكم وحبايبكم، وكمان ما تنسوني بالتعليق الحلو، اللي ما اشترك بالقناه يعمل سبسكرايب، هذا التعليق كبيره هيك بدي احطها بالحيطه، بدي الزقهم بالحيطه مكتوب عليه رمضان كريم بالعربي، وكمان موجود بالانجلش اذا حبيته. انا حاسه انه شكله رح يطلع كثير حلو. وهذا ستاند مكتوب عليه مبارك عليكم الشهر هلال، برضو كثير حلو. وكمان جبت مبخره، في هون مباخر ايات قرانيه، هي كانت اللهم بارك هذا البيت، كثير حبيتها، يا الله شكلها شو حلو، عن جد كيوت. واسعارهم هي اسعار رخيصه، خليني احكي لكم الاسعار. الستاند التعليقه الكبيره تبعت الحيطه كانت ب 100، هذا الستاند بتلاقوه بشي 20 يعني 25 جنيه، المبخره ب 20 جنيه، الفانوس ب 150 جنيه. حكيت لكم اسعار كل الشغلات اللي انا اشتريتها حتى تاخذوا افكار وتعرفوا رينج الاسعار وين رايح، يعني فاهمين علي كيف. شوفوا شو حلو هذا الستاند، عن جد هذا وين ما حطيتوه بجنن، حطيته بأوضة القعدة، بالمطبخ، على السفرة، وبالأوض اللي بتكون زينه، وعن جد كتير 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 رائع. وسعره شي 20، بيتراوح كمان في أحجام، في صغار وفي كبار مثل ما بتكون، يعني رائع بصراحة. والمبخرة كتير حلوة، وهو خشب، هاو ستاندات خشب، فيكم تحطوه كستاند، أنا ما راح أحطهم كستاند، راح تشوفوا هي تعليقة وفي واحدة تانية ستاند.
سعرهم أقل من 50 جنيه 48 جنيه تقريبا. هي واحدة منهم ستاند واحدة منهم تعليقة. تقريبا هاي ستاند هي اختارتها بنوتي عشان فيها بينكيكي ومثل القطة لابسة، كتير حبيتها هي فاختارتها لأوضتها. وهو فوانيس كتير ناعمين، الفوانيس ب 30 جنيه. شوفوا أسعار كتير كتير قليلة، لأنه يعني هون الفانوس بيلعبوا فيه بس بهذا الشهر وهن كبروا شوي، فبس هيك جايبته لحتى يحسوا بالتجديد برمضان ولحتى زين لون. يعني 10 جنيه أو تعليقات المثلثات فيكم تعلقون على الحيطة، بس رح تشوفوا أنا رح أقصقصهم وكيف رح زين لون أوضهم فيهم. 10 جنيه الوحدة. 6 متر سلك كهرباء للبلكون لحتى زين فيه البلكون على شكل فوانيس صغيرة ب 70 جنيه تقريبا، ما بتذكر كويس، ب 75 جنيه أو ب 70 جنيه. هذا روعة روعة روعة، طار عقلي فيه. منظم للثلاجة، حبيت كتير كتير منظم الشغلات الخاصة بالسحور، وتكون هيك علب كتير كيوت وكتير حبيتهم. وحبيت الغلق تبعهم، طريقه هيك كيف تقفيلتهم، وحبيت انهم ما بياخذوا مساحه بالتخزين. كتير كتير حبيتهم، للجبنه للزيتون كل هيك الشغلات الحواضر الخاصه بالسحور راح احطها فيهم. حتى القفل تبعهم كتير محكم، يعني كتير شيك وحلوين هيك لما نجيب علب كلياتهم مثل بعضهم للثلاجه. 300 جنيه بيجي الست كلياته، 7 قطع، قطعة كبيرة بالغطا تبعها وست علب صغار. وهاو كان 75 جنيه تقريبا، رح احطهم للثلاجة او للفريزر مثل ما بتحبوا. هيك بكون خلصت معكم الفيديو لليوم، بحبكم كتير كتير من قلبي. ما تنسوني باللايك والكومنت الحلو، بشوفكم فيديو جديد. باي باي، سلام.